مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكل من راهو يتابع فينا عبر قناة سميرة تيفي في هذه القاعدة الرمضانية، قاعدتنا جزائرية في حلة جديدة بمناسبة هذا الموسم الرابع. نرحب كذلك بضيوفنا الكرام اللي راهم معانا الليلة باش نقضيوا مع بعض أوقات ممتعة. واش تقولوا لو كان نروحوا نتعرفوا عليهم؟ لكن بعد هذه الألحان الموسيقية. مساء الخير، نرحبوا بكم مجددا، نقول لكم صحة فطوركم، فرحانين اننا نقضيوا هذه السهرة الرمضانية من جديد معكم. قلنا لكم انه هذه السنة هذا الموسم الرابع راح يكون مليء بالمفاجآت، دائما ضياف جدد، مفاجآت جديدة، مواضيع جديدة. والليلة راني فرحانة بزاف انه البلاتو يكون 100% جديد بوجوه عمرهم ما جازوا في قاعدتنا الجزائرية. نرحب بضيوف السهرة ونبدأ بالفنانة الجزائرية المتألقة لوسة حالة في كامل أوروبا، نقول لك حورية، مرحبا بك، صح رمضانك. واش راكي؟ راني غاية. ما تجوعيش في رمضان؟ شي كمام كمام. نرحبوا بكم، توكا سي ان بليزير بتافواغ في لو بلاتو تاع قاعدتنا الجزائريه. وكذلك الفنانه المحبوبه القديره بختة، اللي راني كذلك فرحانه اني نستضيفك الليله. واش راكي؟ صافا والله غير الحمد لله. صحة رمضانك. يسلمك الله يسلمك، صحة رمضانك، صحة رمضان كل الشعب الجزائري وكل الجمهور الجزائري في الخارج وفي الداخل. طبعا نحييو الجالية الجزائرية كامل الناس اللي راهم يشوفوا فينا، واللي عندنا حقيقة جالية كبيرة في العديد من الدول، نقول لكم كامل صحة رمضانكم. كذلك أول مرة في قاعدتنا الجزائرية، وبقيت بزاف باش تجي بعد أربع سنين. أربع سنين هكذا يعني زي ديزيري. ميرسي. واش راك؟ الزلف في الأمانة، الزلف في اللون مرة، صحة الزلف في اللون، صحة الفضر نوان، صحة رمضان نوان، يديرين مرة، مسلمين مرة، ندملن وان شاء الله هنسعدي ثلاث وحدي لها، ان شاء الله هنجوزوا قعده زينه مع الحباب اللي محاضرين هنا والضيوف تاعنا. سيغ سيغ تبع سيغ سي سيغتان كالاسيغونس. لا لا بيكم، لانه البلاد تاع الليله رائع. نرحبوا بيكم، نقولوا لك صحه رمضانك. ميرسي بور لانفيتاسيون. تري بيل فيست. ميرسي. بيجو بيرفير. با يا توجور سات توش سبيسيال تاع مازي. توجور. لا توش ارتستيك. دايما ثلا. دايما دايما. كذلك الضياف الدايمين تاع هذا البرنامج مع ليلى الصحراويه، مرحبا بك. مرحبا، صحة فطوركم ومرحبا بكم عد. ومرحبا بالبيبي، راهي توجور معنا. اي معنا توجور. وفقيه القصيد راك والفتو في هذه الطبعه الرابعه، هو ويعني كذلك شعراء واحد اخرين، سي كمال شرشار، مرحبا. مرحبا بك منال، وصحة فطورك انت يا، ونقول لهم ضياف تاعنا، نقول لهم صحة رمضانكم ان شاء الله، وان شاء الله تجوزوا قاعده مليحه معنا. مشاهدين نقول لهم صحة فطوركم وربي يقبل صيامكم وقيامكم ثاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ومن بعد حنولي لك دو توت فاسون باش نفتتحوا هذه السهره بيش كاش قصيد ولا الشعر تخيره لنا. كي نقولوا قاعدتنا جزائريه وكي نقولوا سميرة تيفي، اكيد كاين الاكل، والاكل حنا عندنا في القصبه راهو في الخيامه، وامين راهو يستنى فينا بلغز. صحة فطورك. مرحبا بك منال، صحة فطورك، صحة فطور كامل الضياف اللي حاضرين معنا، مرحبا بكم في هذه القاعدة الجزائرية. كما جرت العادة كل سهرة من سهرات ليالي رمضان، عندنا لغز اللي راح يكون وراءه يعني طبق اللي راح يربحوا فيه من خلاله الخاتم إن شاء الله، خاتم القاعدة. اللغز تاعنا تاع نهار اليوم واش يقول؟ من مدوه خلخلوه وزادوا دربلوه، من مدوه خلخلوه وزادوا دربلوه. من مدوه خلخلوه وزادوا دربلوه. كاسكو سيكسا. دونك حنايا فقط باش نفهم لكم، حنا في شاك سواغ في كل سهره، دونك امين يوجد لنا ان بلا طبق سوا ان ديسير و ان بلا، ودائما يعطينا لغز باش الناس يحاولوا يصيبوا شنو هو هذا الطبق. وطبعا اللي رايح يجاوب باسرع طريقه اول جواب صحيح رايح يدي موله ولا مولاتو هذا الخويتم الجميل المهدى من طرف مجوهرات الامين بوشلعلع، في خاتم ماشي خويتم، خاتم. الله يبارك. الله يبارك. صحته. بالبركه ودعيوا لنا جميعا. للدام صحته. دعوا للدام ولا للداتو. تفاصيل هو يروح للمراه. فوالا. سواء تكون راجل ولا امراه.
الوغ امين عندنا ضياف الليله ما تخليناش طابله هكذا كاش ديسير جاتو طبيعه الحال لازم كي يكونوا عندنا ضياف نتهلاو فيهم نديروا لهم ديسير شباب واليوم عندي جوغيم بيش بشوكو دادا راح تكون فوغي لداخل بلي فروي وراح تكون حاجه شابه وتعجبهم ولا فيتين وكاع تحبي الشوكولا لا بيش تاع رمضان سي بارفي بارفي درنا هكا الديكور اللي تكلم ماشي هذوك تاع بلاستيك لا لا حاجه سامبل وبنينه حاجه سامبل وبنينه ما تفتش برك علينا ماشي حتى نكونوا رايحين بيان سي نخلوك في الخيمه تاعك نعاود نولي لك فيما بعد دونك حنايا نعاود نرحب بالضياف تاعنا اللي كما قلنا لكم فرحانين انهم يشاركونا هذه السهره الرمضانيه ونبدا طبعا بالضيفه اللي جاتنا من بعيد اول مره يعني مالفة جوزيف لي بلاتو تيلي sur sur la chaîne Samira TV c'est la première oui, fois sur la chaîne Samira Mais, TV et en Kerakou c'est la première oui, fois oui regarde comment il va bien en plus ça te va très très bien c'est gentil donc حنايا نقولوا باللي alors Houria le personnage Houria les yeux verts alors des spectacles des monologues tu as fait la tournée des grandes salles en France oui c'était toujours salle comble c'est quoi le secret C'est le bel, c'est le bel, c'est le bel. C'est ça le secret. Les gens, ils ont vraiment envie de. Je crois que j'ai un tu sais. Ça fait que quand il y a un spectacle à Raka, ils jouent en famille. Ils jouent parce que c'est Haja propre. Mais tu vois, on peut venir en famille, le public. Quand je dis que mon public Shbeb, c'est le plus beau public, c'est parce que tu fais la grand-mère jusqu'à la petite fille. C'est ça qui est... Et puis ils viennent en famille, c'est pour ça c'est... Alors c'est généralement des Algériens, Magariba, ou là, il y a un public djumhour européen, français. Non, c'est... Ils ferment l'humour tana. Bien sûr. Non, c'est un public qui est principalement maghrébin. Et là, ça commence tout doucement à, un peu à s'ouvrir. À s'ouvrir. En tout cas, Houria, qui est cette fois en Algérie, en le mois de Ramadan, parce qu'il y a un travail artistique que vous avez accompli avec Bghta, et avec une troupe d'artistes. Alors, comment était votre expérience entre vous, que vous connaissiez déjà avant? Nous avons travaillé l'année dernière. Ça fait deux ans, nous avons travaillé sans limites. Donc, c'était la première fois que nous avons rencontré ce tournage. Ça fait deux ans. وهذا الخضره ثاني وكاين مازال كاين ان شاء الله جديد مازال كاين جديد اون بلوس اون ريلاسيون داميتي نشات بيناتكم وي ابخي التورناج قبيلات رحنا نسقمو لها هكذا الميكرو قالت لنا نو توشي با ما بختا فوالا سي ما بختا نو سي ان اونور سي فريمون هي تحول الله يسلمك هي تحوس عليا وانا نحوس عليها كوم ما احنا ما نتفاوتوش زعما الله يدومها اون بلوس التيلين من وهران وي وهران وهران Ntia, Koltele, je suis métisse. Oui, je suis une métisse. Papa me le réalisait. Ou maman me wahran. Tu vois, ça me mélange comme ça. بعيد بزاف وي وي ماشي بعيده اون تولي كا ساعه راه كيف غيليزان داروا له طول وتزرقوا له طول وتشرقوا كاع ما تخميش كاع كي قالت لي ميتيس انا نضحكت زعما شغل دو بيي وال سعيد سعيد يجري بالخوف يوصلها اه وي وي تما اه وي سعيد وي اللي راهو حاضر معنا شو ما خير تحياتنا شو ما خير شو ما خرجت على البلاد على بالك اون دو دو جابها زغمنا سي اون دو مينيت اون توكا احنا نعاودوا نرحبوا بكم رانا رايحين نقضيو هاد السهره مع بعض اون فا بارلي ان تي بو دي بروجي او فور يا مزور دونك توت او لون دو لا سواري ماسي كذلك نرحب بك انت كذلك ماسي الوغ معروف بالاغنيه الخفيفه الاغنيه القبائليه العصريه تري 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 مودرن يعني واش خلاك تو بونس هكذا يكون عندك autant de succès avec le jumhour تاعك est-ce que c'est le fait les tghni يعني musique asriya ou là c'est le fait les تكون قريب هكذا بزاف من الجمهور parce que Massi il est connu كذلك le jeu de scène تاعو tu es une bête de scène الناس يعرفوها il est très très proche du public moi le secret dans tout ça c'est l'amour que je porte pour mon tout pour mon art c'est-à-dire l'hub li نحب l'art ديالي هو اللي يخليك تنجح dans tous les domaines, Manel. C'est vrai. Quand je suis sur scène, des fois, quand je me revois, quand je suis sur l'écran... Moi, je suis trop chmous. Pas du tout. Tu peux le dire, Manel. Non, je dis... Je dis... Je dis... Je dis... Je dis...
ربي ويحب الزين والله جميل ويحب الجمال، هذه حاجه معروفه. مي الجمال ديالي اللي نشوفو نقول خموس عليه سي كومون جو لينيرجي كو جو ديغاج سور سين اي لامور كو جي بور اكسبلوزيف. اه وي دي فوا جو في دي شوز جو في دي شوز لي ما راهمش كاع في لي ريبيت ما راهمش كاع في لا بالانس ما راهمش مي يا توجور دو سي لو مومون تعيش سي لو مومون دونك سي سا لو بلوز امبورطون. Donc moi je l'ai toujours dit ou اليوم نزيد نعاودها الحب الحب والحب في كل حاجه في لي اتود دو تون ارت في كلش 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 في الطياب في الـ في الانيماسيون تو تو كونت يا لامور يا لا ريوسيت سي فري وال يعني هذا الحب كيكون مع الجمهور اي كونت اون في لو مومون بيان سور باسكو لو في باسكو بعد الجمهور يحس باللي واش راك دير tu le fais honnêtement et sincèrement. C'est vrai, ou هذا كذلك كما قال dans tous les domaines حتى على خشبه المسرح sur scène تحسوا يعني محبه الجمهور هكذا بغيتي تطلعي sur scène toi aussi يعني tu as fait du théâtre. Bien sûr. Alors هذا الاونه الاخيره tu as tourné un peu sur scène ça fait longtemps mais le covid عندنا عام سي كان كاين ما كانش كاين الحجر في مسيله. الوغ سي فري في فتره ما كاينش فيها حاجه عيطوا لي روح درت سبيكتاك تما وي كاين واحد حل ان بارك بارك كبير فيه لي زانيمو وفيه كل شيء الوغ دير لافيش تاعي خلعت الناس جات بارتو حتى مو كانوا متضايقين ولو مسيله ما فيهاش الحجر بختار تما اي جري جري هذا هو حب الجمهور مانيفيك فات غايه سبيكتاك فات غايه اه وي جو ريفيان اسكو تو ايت ان تران دير سي Tu sais que tu vois que tu leur procures du plaisir à ton public et tout, qui est différent tous les soirs, parce que je jouais plusieurs soirs des fois par semaine, le public il est différent, mais tu reçois tellement d'amour, tu en donnes, et tu en reçois tellement. Tu es sur scène, tu as un spectacle, moi par exemple j'ai un spectacle de 1h20, mm-hmm. Ça m'est arrivé des fois de rester des 2h sur scène. Parce que là, ça dépend de l'aspect du public. Ouais, et le public est cool, c'est ça, les gens t'amassent. Et des fois, en fait, en plus tu es sur scène, tu dis... Non, je suis pas. T'as l'impression que t'es resté une demi-heure, ouais. Alors que t'as le producteur qui te fait comme ça derrière Zora. Mais j'arrive pas. Tu sais, t'es tellement oui. Bien. C'est là où l'improvisation, elle vient, quoi. Ah, et tout ça, c'est, on revient à un seul principe, le point du départ. La passion, la vérité. Voilà, de la passion. D'ailleurs, il dit que pour ne pas te mettre dans le travail, il faut que tu aies une passion. Et à la base, notre... Mais où est-ce qu'il est préférable le travail de ta vie, tu l'as la passion de ta vie. C'est le meilleur des choix, mais qui l'avantage qu'on a, Manel, l'avantage, c'est que le travail de ta vie, c'est peut-être la passion. Donc voilà, l'avantage qu'on a, c'est une passion. Je voudrais te dire quelque chose. حنا نقدو هذا الميتي هذا سي ميتي تري ريش نقدو ما نعيطولهش ما نعيطولهش خدمه نعيطولها ان بليزير باسكو على بالك كي تطلعي سور سان كي يطلع خويا سور سان كي يطلع سور سان صادير ان بليزير راني ندير فيه ميم ليا انا نديفولي ونزيد نقول لك حاجه ما انا الخوت تخرجي معمره بالحب هكذا تاع الناس بيان سور والله العظيم والله غير دعاوي الخير تاع الحاجه تبارك برك مي وي تي كو موا جي زاتون تبارك برك في شاك سبيكتاك جي زاتون زيدو هكذا شويه دوك يجوا كامل الحبايب وي صافي بليزير ان توكا القصره حلوه معاكم حنايا دائما عندنا اون روبريك فقره فقيه القصيد مع الشاعر كمال الشرشار رايح يحطي لنا ابيات شعريه كتبها بيدو هو كذلك بحب ورايح يقراها لنا بحب نتمنى انكم تفهموا تفهمي كامل الابيات سينو يعاود في فهمنا ومن بعد ان شاء الله معليش اوف اليوم حبيت ندير قصيده على الغربه ماشي غرضي اليوم كي راني بعيد عليك ماشي غرضي اليوم كي راني بعيد عليك وماشي من عادتي نهرب ونسلم فيك ماشي غردي نروح نتغرب ونخليك مش حالنا يا بلادي ونولي ليك كي نتفكر يوم فراقك يوجعني قلبي ياما العز في بلادي راحت خسارة ما عرفتش وين كان هاد الزمان مخبي نهجر ونعيش غريب وحدي في بلاد النصارى لا تردي عليا اللوم ما هوش يدنبي هما هما اللي معاهم شبعت مرارة يجي النهار نهنا ويفرج ربي ونعود ليك غانم بين مواليك ماشي غرضي اليوم كي راني بعيد عليك
مكتوب عليا فراقك واش يصبرني، لزم عليا الحال نقاسي في الغربة، عمري ظنيت هكذا يصرالي في وطني، ولا ظنيت من عندهم تجيني الضربة، سهران وما قدرت نرقد ونغمض عيني، نسأل وما لقيت حد يفيدني بإجابة، نكذب بدا قلت راني عايش مهني، والله ما نسيت بنت المعيشة فيك، ماشي غرضي اليوم كي راني بعيد عليك، والله ما نويت الهجرة وما جات في بالي، داقت بيا الحياة فيك وركبت سفينة، يعدر لينك وبجمرات البين بحالي، وداق فراق وداق مرارة الفراق خيالك يا الزينة، عفست على الشواك ما بغاش يهنا بالي، مشتاق نشوف وجهك يا ميمتي الحنينة، نبكي وما كان من يمسح دمعات نجالي، والله ماني مسامح اللي بعدني عليك، وماشي غرضي اليوم كي راني بعيد عليك، نرجى مرسول ياتي ببشارة من عندك، ويجيب اخبار سارة يتوسع الخاطر، منصاب نكون بين أهلي ونشم من ريحك، قاعدة بين الحباب وندوق هواك الطاهر، ما جيت هنا غير باش نعود نولي لك، محال نعيش غير بوحدي وانا يا صابر، انويت ان شاء الله نرجع ونعيش في حضانك، والله ما نويت انا بغرضي نتفيك، ماشي غرضي اليوم كي راني بعيد عليك، وماشي من عادتي نهرب ونسلم فيك، ماشي غرضي نروح نتغرب ونخليك، شحالنا يا بلادي ونولي ليك، شحالنا يا بلادي ونولي ليك، وربي يرجع ان شاء الله كل غريب الاهل ان شاء الله، ان شاء الله امين، وربي يحنن القلوب ان شاء الله، ان شاء الله تولوي له، تولوي له عليه صحه. غناها كمال مسعودين، غناها المرحوم كمال مسعودين ترحموا عليه في هذه الليله، لانه رانا تفكرناه، وغنية رائعه تتكلم على حنين، يعني كيش او يتكلم مع وطنه مع بلاده، يهضر مع وطنه ويطلب منها السماح، وحاجه فيها اللوم، فيها اللوم، يلوم روحه نو، يلوم الناس اللي بعدوه، اللي دفعوه باش راح باش يروح، لقات واحد اللي يكون يحب بلادو عمره ما جاتو في باله، هذا ستانامي كان معنا، الناس كاع راحوا، كل واحد واحد عنده الضيق وعنده خاوه بزاف، بصح هو عمره ولا دار في باله باللي يقدر يروح لفرنسا ويعيش، وراح فينالمون راح، والمشكله مازال ما ولاش، وان شاء الله ان شاء الله يولي بخير وعلى خير اهله، وكاع اللي راحوا يولوا بخير وعلى خير، ورانا معاهم، وجوستومون هاد ليميسيون هادي جوستومون ديجاليهم، فوالا سي ليهم، فوالا والله غير دي فوا انا جو با دون دي تيلي، والله غير سي بلوس باسكو دي زامي دو ان بو بارتو، كندا، ان فرانس، اوز ايتازوني، يقولوا لي ما سي ما علاش نشوفوك في التلفزيون، جوز ديرنا عفسه تفكرنا، ديرنا ديديكاس، ديرنا، والله دي فوا اون باس بوغ سي بوكو بلوس، باسكو راه عندنا جاليه فريمون انورم، كيلحقوا نعمروا دي زينيت دي اي تو سا، سي فور. وحنا هاد القعده، وعلاش وسينا قعدتنا جزائريه؟ اولا باش نعاودوا نتكلموا على تقاليدنا وعوايدنا ايتسيتيرا، خاطر كانوا بداو يروحوا، كذلك باش نروجوا عليهم وندخلوا شويه ريحه البلاد للناس اللي راهم متغربين، وخاصه في المواسم، لانه كامل كيما رانا ميم لو كان واحد يعيش على ليترونجي ولا يشوف ربما يفي اوت شوز، باغفوا ما يشوفش ميم با التلفزيون الجزائري، لكن رمضان سي رمضان، رمضان نستحقوا ريحه البلاد، رمضان سي لمه، رمضان سي لمه، بيان حنا هنا حنا هنايا غير رمضان اللي يجمع، جيستومون حنا فوجي راه فيغيتي، دوك انا نهضروا بصراحه، فرمضان غير رمضان اللي يكونوا فريمون اون فامي، فوالا دونك. وملي جا الكوفيد؟ ملي جا الكوفيد ثاني فامي تاع بسي، تاع بسي دوني نرجع الكوفيد، باسكو الكوفيد سي بون، جمعنا الدار، جمعنا الطبله، جمعنا الماكله، جمعنا سي فري سي فري. الو حنايا كي نتكلموا على ثقافتنا وتراثنا، وكما كنا نفهموا على قعدتنا الجزائريه، حنا هذه السنه من جديد هذا الموسم الرابع كنا حابين نعاودوا نقربوا روحنا ديجا اكثر مع ثقافتنا الصحراويه، دونك في هذا الموسم دائما حاضره معنا ليلى باش دائما تعرفنا هكذا على اون فاسيت، جهه من جهات الصحراء، عاده من عادات الصحراء، باش جيتينا اليوم؟ اليوم ما سي حكينا على الجمال والبلاتو ما شاء الله
راه شباب اليوم كامل اللي منكا كامل اللي منكا ما شاء الله. كنا حين نحطوهم الهيك دايور لي دونك جيت نحكي لكم على اسرار جمال النساء الصحراويات. المراه الصحراويه عندها ثلاث صوالح ما يخطوهاش في الدار، الحنه دائما محنيه مسواك ماشي بزاف، الحنه الكحل اللي يقولها ثازولت والبخور، هادو ثلاث صوالح ما يخطوهاش. وانا زمان زمان جداتي كانت هكا، معناتها هما مازالوا شادين في صوالح اللي حنا راحوا لنا عندها جيلين هكا دو جينيراسيون، الحنه البخور والكحل. صح البخور للدار ولا البخور ليها؟ الوغ البخور كاين البخور تاع الدار وكاين البخور تاع المراه، يعني تعطر به دونك ديروا بارفان كي تقول لها لا شي صلاح تقول لك راني نعطر به سي ان بارفان. وما يسواش غالي، ما يسواش غالي وطبيعي 100% طبيعي. وكاين وين يصنعوهما في الدار دونك على بالها واش حطت فيه، دونك العود القماري تعود فيه السرغينه واحد الاعشاب، هما سي با اعشاب هما اللوح دي زيكورس يريحوا دونك. والكحول ثاني، الكحول ثاني عنده مكانه خاصه عند المراه الصحراويه، كاين وين مناطق الكحول يعطوه سبيسيالمون للمراه اللي تكون كبيره هي اللي تدق الكحول وتواسيه. وعلاش؟ قال لك باللي هذا هي اللي ترحيه، هي اللي دازت ما تقدرش وحده صغيره هكذا ترحيه، لازم تكون كبيره جده تكون كبيره. ما على بالكش وعلاش؟ ما قالوليش علاش، قال لك المهم لازم تكون مراه كبيره هي اللي تواسي الكحول. وكاين الحنه، الحنه لازم، وانا توحشتها في لونطون ما حنيتش. كحله كحله الكحله كحله الحنه تاع الصحراء كحله وين ماشي حمراء ماشي كحله. ديروا فيها الليمه هذا هو ثاني واحد من الاسرار، ديروا فيها القارص كاين تاع الحرقوس هذوك الجدد هذوك، بصح انا ما نبغيهاش. بصح ما تكحلش بالقارص سيلكون تكحل تكحل بالقارص تكحل وي سيترون شويه قارص قبل تحطيها مي سي لا ميم حنه، حنه ورقيه كيف كيف حنه ورقيه لازم تكون ورقيه. وكاين اللي يديروا يديروا فيها الليم كما قالت القارص وكما نقولوا كي تحطيها في يدك يديروا لاتاي وفيه السكر صح وي ويقعدوا يشمخوا في القطنه ويشمخوا في الحنه. لا تالي يشربوا حتى يدبغ يدبغ ايوا والسكر ثاني يدير اوكسيداسيون مي ما تنشف يعاودوا يديروا لها، هذه استيس جبتها شفتي لا كاميرا ما سمعيش راهي تقول سمعتي شفتي لا تاي شفت حنا. وكيما على بالكم في الصحراء كاين الوقت والناس هاديه ماشي مقلقه عندهم الوقت عند كاين الوقت. عبي قلت لكم توحشت الحنه غير انا كيقولوا لك اني رايح غير هنايا ونولي 200 كيلومتر 600 ماشي 200 انا تاني نبغي نشمها دائما الحنه ويواسوها يواسوها. انايا كنت نديرها درتها في تندوف عندها واحد الحطه الحنه كي تجي ضيفه سكري طقوس حول الحنه هادي انا تان ريتوال يضيفوك بالحنه يكبروا بك يضيفوك بالحنه يحطوك تقعدي تفطري ومن بعد تجي بنت صغيره تحني لك ترسم لك وتحني لك رجليك دير لك المخده تحت رجليك وراكي مقيله. لما اذا فطرتي قص 12 تخرجي من عندهم حتى ل 8 تاع الليل. والحنان اون بليس فيها فوائد بيان سور هذه بيان في كيواسوها في باغيزومبل الرجلين ترطب 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 لو بيي تقوي الشعر. كملي لي دونك كنتي تتكلمي لنا على الكحول. الكحول الكحول فيه دو بلون دونك يقول لك كان يحمي فيه دو بلون هو يداو به هو الولد الصغير كي يكون مزيود نكحلوا له يثمد يكحلولو هو صغير. وتشوفي انا يا ولاد الصغار في الصحراء في جوايه تيميمون نهار الاول نخلعت ولاد كاع مكحلين، انا دخلت لا كلاس كنت نقري دخلت شفت الولاد كاع مكحلين ما فهمتش كاع ولاد وبنات كاع يكحلوا باسكو تحميهم كل يوم تقريبا كل يوم في المناسبات خلنا خاصه ما عندهاش غير الجانب تاع مناسبات تزيين عندها جانب تاع دواء وقت الذكار. وقت الذكار سي كي البولونيز النخل وقت الريح الفونت سابل دونك يا الاليرجي تاع البولين يكحلوا الاولاد كبار وصغار يكحلوا باش يحموا عينيهم. وكاين حاجه حبيت نسقسيك عليها يواسوها في الاكستريم سود تاع من راسي اتسيتيرا وين المراه دائما عندها لابو شويه زرقاء. واش انا لابسه اليوم؟ فوالا سي سكو تو بور نحكي عليها. فوالا نيلا تطلق شويه نيلا تطلق شويه في يديها. هذيك هما يواسوها سوغ لو كور هي يواسوها سوغ لو كور شعرهم هي تحمي من الشمس النيله ترطب البشره. وانايا مثلا نعطيكم سر تاعي خاص نصبغ بها شعري وانا والفتها النيله كنت نديرها كنت في الصحراء وخاطر نحكي لكم واحد القصه صغيره. كنت في تندوف كنت مقيله مع نساوين تو دايره النيله تاعي وجاني الفول في الحشيه
دونك بدلت قشي ما قعدتش بالتراديسيونيل تاعهم، لبست تجي نورمال مقلع الالجي ونسيت رحت بالنيله. ايغوبورتين دوف تو فا بيان، وصلت الالجي بداو الناس تخزر فيا بيزارمون. تشوف كنت زرقاء كنت تخون كنت تخون كنت تخون ماشي ديك باش كنت شعرك ديرتها في وجهي. والله هنا وين تعرفي باللي الجزائر بلد قاره وين الناس يعني من جهه لجهه ما يفهموش بلادي تواسي ثلاث سوايع باش تلحقي لون فيل ولا تمن غاسل الجي تمن غاسل ثلاث سوايع اي 3 جوسكا 4 بيان سور مي بروش كو الجي باري الجي مارسي أكثر. أكثر. أكثر أكثر يعني القارة قارة ثقافية الجزائر القارة وي سي فو ألوغ وباش يواسوا هذاك الكحل في لابوش هذاك الكحل كاين واحد الحجرات سي دي مينيرو يديرهم ثاني جوه ثمن غاس جانات عندهم واحد الحجرات صفراء ثاني يصبغوا بها وجههم عندهم حجرات يواسوهم فراج فوالا يديروهم أوشام وكاين هكا ثاني وين واحد الحجرة كيدقوها يديروها أنتوكا كلش بيو كلش ناتيورال كلش ناتيورال وكاين ثاني حاجة اسمحوا لي نزيدها لكم كما دائما نحكي لك عليها مثلا نقول لك كاين واحد لاموت جينا من الشمال لوكسيدون بصح في الصحراء لاموت تجي من التحتاني طلع لنا تطلع من المالي تطلع من المالي متشاد باسكو انا واحد الخطره كنت في مارشي تاع بوده تاع اضرار كوسموبوليت لقيت فيه كلش لقيت تشيب حاله لي مارشي في الصحراء حاله دو تو لي تابي لي زيرب الحشاشب سورتو تلقى فيه اشياء جايه باغ اكزومبل لقيت تشيبي تشيبي هذه يديروها اون تريبو في تشاد معروفين لي باسارا وتطول الشعر كاين ترى لو كاريت لو بور دو كاريت كاين العديد من الاشياء وكاين سؤال اللي الاخر كاين بوماد اون بات جون وي هذيك انا تجيني شويه ثقيله عليا سي كوا يقولها زيت البطه هذه ثاني ما فهمتهاش قلت له مسكينه البطه واش درتوا بها قال لك نو سي ميلونج دويل يديروا فيها الكاريتي يديروا فيها دي زويل يديروا فيها القرنفل ثاني يتماسيغا تجي صفراء صح هذه نستعملوها بارتو في الشعر في لابو وي كيكون فيهم البرد كيكون البرد هكا تدهن بها كيكون شقيقه كاين صوالح تراديسيونال تاعهم ملاح في الصحراء انا روحت الصحراء نقول لك رحت هذه قال لك يواسوها في بلاصه الفيك شتي كيفاش يا فخم من الانتيبيوتيك وكل شيء بيان سور داوي حاجه تبردي من حاجه واحده اخرى هادو سي ناتورال حاجه ناتورال وخاصه في هذا الوقت الحالي سورتو ملي عاود ولا لو كوفيد ردنا نعاودوا فريمون ولينا دي شوز بازيك هذا الكوفيد هذا كتلنا من اختي كتلنا ولينا التيزانات ولينا ناكلو اون في بلوز اتونسيون يعني فوالا دونك مليح ربما اننا نعاودوا نولوا حتى لاشياء بيو في التجميل الوغ نعاود نولي لعندك ماسي نسمعوا شويه موسيقى الى حبيت بيان سور افيك بليزير فولكلور شونسون تاعك ان بتي كات كات الزينيو سي اون شونسون وي تاعك الزينيو ماسي فوالا تاعك فوالا دونك ماسي تاع كومبيان دو شونسون شحال عندك اوف ما قلتيش البوم زعما بالك نشفى ابوبخي لي شونسون باسكو خلاص راحت لا مود تاع لي زالبوم دوبي ولينا نهضروا سينجل دوك كومبيان دو شونسون مازال ما بديتش لي سينجل انا انا لو سينجل بديتو هذا العام لو ديو اللي خرج انا وحاسيب عمروش مانيفيك الحم المسنيه وسحالة سور سور يوتيوب فوالا دونك سا سي تي سي لو بروميير مي سينون prochainement ça va être c'est à dire la sortie d'un album après peut-être ça sera la disparition de l'album parce que ça y est ça marche plus دونك سا سرا دو لالبوم جو دير دو سي دي لي نشرو تو اي بريزون على المواقع التواصل الاجتماعي لي ريزو سوسيو اوغوزمون تو اي اسي بريزون اوغوزمون بصح اليوم لو مارشي لاندستري دو ديسك راهي تتبدل كومبليتمون وين ولات الموسيقى تتسمع على مواقع التواصل على دي بلاتفورم ديكوت ديجيتال دونك اوجور دوجوردي سي لي فيو مانيل اون اونتون تو الموند بارل دي فيو الوغ كو دي فوا نشوفو 20 مليون دو فيو مي لا شونسون والله ما معروفه كومون كسا سباش جو سي با مي في دي فوا وي زاشيت لي فيو اوسي اه با جو سي با دونك جو دو با افونسي بارلي دا كي سور ان جور تو فوا لو لندمان لا 54 مليون دو فيو اه فوالا دونك دي فوا سي سا ريست ان بو با نورمال داكور دونك ابري كاين حاجه واحده اخرى سور لي فيو سي فري كو اليوم الباغومتر سي لي فيو بصح بارفو لي جون يدخلوا
juste par curiosité. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il y a voilà. des gens qui vont aller à l'Arani parce que ça fait bouger, donc ils se mettent à l'Arani. راهم قاعدين في الدار ولا هكذا، مي ماشي باش يستمعوا الاغنيه. دونك صح لي فو بصح جو بونس كيا اوسي ان اوتر باغوميت، سي الناس اللي يكونوا حافظين الاغنيه. ابا سي كلير باسكو الا ماشي حافظينها ما غير بور لارتيست اي بو اي بو سافوار. شوف بور ان شونتور دو سين، بور ان شونتور باغ اكزومبل كوم موا، نقدر نعرف هذا الشيء كي ندير ان سبيكتاكل. من فوالا ديجا اسكو يتعمر الصاله كوم يا دي جون اللي عندهم دي مليون دو فو سيريوزمون ici. Oui, oui. بصح كي يروحوا يواسوا حفل موسيقي ان كونسير بون قبل الكوفيد. يدخل لهم حتى واحد. فارغه. اكزاكتومون وي. كي على بالك. بيان سور بيان سور. دونك سي ديجا نو باغ اكزومبل انا دون شاك البوم يا دو تخوا تيتخ لي فريمون لو بوبليك حافظينهم. يا دي تيتخ والله غير غنيتهم صافي دي زاني نسيتهم. فو دو توا. سي ان 2004 سا. C'est la chanson éternelle, immortelle. C'était le plus grand, le premier grand succès de Massif. Exactement. C'était Fou de toi en 2004. J'étais. Qu'on a Agdak Sarraf son star, qu'on a. Ou la guerre qu'on a Dré. Qu'on a Dré, oui. Que sont les guidés, on a. Mais nous étions bien coachés. Pourquoi peut-être. J'avance, je dis, on a réussi. Bon, on a, je ne dis pas à 100% parce que tant que mes amis ont fait mon si ou mes dos, voilà, exactement. On apprend, exactement. On ne finit jamais d'apprendre. C'est parce que qu'on a notre doray, manel ou qu'on a un hishmo, qu'on a un cadre surtout. Ou la nouvelle génération, ou la nouvelle génération, ils sont très rapides. Ils sont un peu speed comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils mettent l'internet, qu'ils mettent le débit à l'internet. Donc à la fibre optique, ça fait que tayara. Donc même le hub ou la très speed, sur le GTM. وغير يلحق خلاص خلاص جو تان بلو غير يلحق جو تان بلو توا يا توت ان شونجمون افيك الانترنت دونك موا باغ اكزومبل انا وليت تيليفزيون منال انا نهار بنت في لا تيليفزيون C'était ça le seul réseau terna, le seul. Oui, c'était la télé et la radio. En plus, la télé, tu trouves que c'est le modèle. Voilà. Le modèle, il y a un drôle. C'était la télévision. Là, là. Tu rentres à l'intérieur du pays. Mais je sais pas si c'est Instagram ou là, des collègues. Surtout tous les âges. Oui, c'est vrai. Ou mais c'est quand même Non, mais c'est vrai. دونك تقعد شاشه التلفزيون كي دائما نقولها الجمهور او هيك او ان فاس. شاشه التلفزيون اي لا راديو. وي بيان سور. La radio, elle joue un très grand rôle dans la vie de l'fennan. Ana des fois je m'khtar hakda des acteurs, on dit pourquoi on les voit que à la télé? Ou علاش ما يسيوش يديروا des trucs hakda ya audio? Il faut penser en voyant aussi parce que la radio, elle est belle عندها شعبيه plus que la télé parce que la radio un envoyant par exemple يقدر يشوف télévision mais il سمع. علاش ما نسمعوش باغ اكزومبل بختا مع زيو فيغ يديروا هكذا ان سكتش نسمعوه في لا راديو اي سا ريست كو ليماج تقعد دائما تلعب دور كيما الفنان ان كليب لي كليب يلعبوا فوالا الفيزيوال عنده دور كبير في حياه الفنان الفيزيوال يغيست توجور يعني انت دائما tu as toujours eu de beaux clips دائما toujours à la page il faut parce que انا غير شفت الحاله بدات ركبت في الموجه ركبت انت toujours été moderne تركب صادير تركب في الموجه باش تكون مع لا نوفيل قبل ما تروح عليك دايوغ انا كي بديت مي ديبي ديجا j'ai commencé avec le un truc très moderne qui est le secret de un peu de ma réussite c'est-à-dire كي نقول ما réussite par rapport à nos émigrés tout ça c'était le franco kabyle C'était le mélange entre le français et le kabyle. Et wahada arftou ki rht ki bdit ndir les tournées au Canada etc. Abak rht le Canada pourquoi je parle le Canada spécialement j'ai trouvé des enfants kanou 10 snin 11 sna 12 sna ma habtouch l'Algérie vu la cherté du billet. Et ben à travers donc les deux mots en français et ben idiou ndi hakda fou de toi ah voilà ma si fou de toi Ils ont retenu ça en tête. Donc après, par la suite, j'ai enchaîné avec C'est tu même. Il y a eu des succès. Et puis le secret de maintenir, c'est surtout le sérieux. Le sérieux, bien sûr. Le sérieux, et de faire un succès, avoir à faire le buzz ou l'avoir un succès, c'est يقدر يجي بصحهم بعد الاستمراريه هذيك اللي واعره منال هذيك اللي باش تقعد يعني في هذيك الاخر سي سي ديفيسيل سي تون سيريو دابا بنغنوا شويه نو هيا انا الحق
تحية لماسي نخلوكم مع ماسي اللي قدم لنا أغنية تاعو، وطبعا نحن نقعدوا مع ضيف تاعنا ونودع فقيه القصيد السي كمال شرشر، شكرا لحضورك، ونودع كذلك ليلى الصحراوية، شكرا لحضورك وكامل المعلومات القيمة اللي دائما تجيبيهم. بقوا معنا لحظات موسيقية صغيرة هكذا ونعاودوا نقول لكم.
حسن ميرثنون ميرسي. نعود نرحبوا بكم مشاهدينا الكرام، انتم اللي التحقتوا بنا الان نقول لكم صحة فطوركم ومرحبا بكم في قاعدتنا الجزائريه. نتمنى انكم شفتوا سمحتوا الاغنيه تاع ماسي لابخي وشفتوا لابريستاسيون يعطيك الصحه. دونك هكذا تعطينا شويه نظره واش يواسي ماسي سيغ سين اي مي الفو. راوجا مرحبا مرحبا مرحبا. ماشي مال الفيديو اون روتار بصح معليش. انا سمعت الحاله الزاهيه والحمان عندكم. قلت غير لابا يقعد باش نشوف غادي نحضر معكم. صحة فطورك. صحة فطوركم. واليوم علاش جيت اون روتار؟ كنت راقد. نقول لك حاجه. داتك عينك. داتني عيني. واش كليت؟ يا ودي خلطتها كاع اليوم. تخلطت على كل حال. بصح انا ما قدرتش يصبرني قلبي. وانا نجري. دنا دنا مفرش تاعي كامل. تبعتيني ثاني ما خليتنيش نكمل لك الموديل. تعرفني بنت قلق كيما ما نكملش الموديل. ديجا هذا نسيتو عندي. زعما الخياطه تاعك. وي انا هي الخياطه تاعو. تاع شيخ الحرسه. تحكي عليا دايره بيا البوز. يا منى ما جاتش اليوم. لاتوش تاعي. وقفي وقفي باش نشوفوك. وقفي. واش عطربتيني انت يا معليش دقيقه تنوض كيما في لاتوليي. ايه فوالا شدو هادي دوك الخياطه. واش واقيلا الكورده عام زمان. لا لا سي لاتوش فينال. حتى قلت لك وانت ماك جايب الاخبار. ايه. علاه درت الكرش؟ البوراك بزاف في رمضان. شتي اختي منال. بصح انت اللي دائما توسيلوا هاد لي توني. على بالك لي توني تاعو دائما نقولها ميلونج تاع ابا و شوفي جبت له دي بيير. وي خلي لي خلاص بنات. وانا ما نديرش هديه. شحال شويه هديه؟ شحال شويه؟ ما نديرهاش. سي 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 منال شوفي. ديامون شوفي. شوفي الذهب والديامون. اذا جوها شريته بزاف غالي. بصح ديجا تبرق بزاف تبرق بزاف لا توني. هي الوغ يموت على البروقي. جو تو جور هو اللي ديمونداليت عند جماعة وهلالة سيتي با مون ايدي. ماناش نشوفوا فيك يا منى روحوا لهيك في الوسط. وهذا باش تخليه بعدا على فن نوري لك هذا طار هذا تاع مريم فكاية هذا. مي نو هذاك سي لو شابو قلت لك نولي نديرو لي توني بلي شابو. سي بون تقاشر فو شونجي. داكور اوكي. انت اللي توسل وتقاشر بيان سور. انا شوفي نحب الموديل تاعي نمشي باختو ان الجيري فوالا بالجاكار تاني. بيان سور. بصح خساره عليك ها لي ستيليست يدلوا لهنايا جامي ما عرفتني ما تقولهمش عندي خياطه تاعي. والله كنقولها لك انا. جا طبطب لي طفل صغير في الدار. هذا وين طبطب لي؟ كنت عيان عندي ماكليت. قلت والله غير اليوم ما نخرج. سمعت الزهو ولي باف والغنى من جهه. قلت نجي. سمعت ماسي قلت نجي. كي دايره غايه شاور الوارن. شفتي في لاتيلي بيان سور. شفتي لي توني تاوعو؟ وي بيان سور. هي تخيطهم له موديل بصح توت لي كولور. هي تخيطهم له خياطه خايف واد الرمان. عندي بلان واحد نعاود عليه. بختا باش يدير لي لا بوبليسيتي. لا بختا عندها الباترون عندها الباترون. بختا اليوم نشاوروا الكمين. واه خويا راه حافظ الكمين. لا كانستيل صافي بليزير كي راها بختا هنا وما غادي نتشهر في وهران ولا لا حوريه. مليحه انت غادي نخدم بك لي زي ميغري. فاجي انت عليك الورو وانا عليك سيرتك. دي عليا هاد الحبيله تاعك كدي هكا. دي عليا هاد الحبيله هادي طرطي بها القطوطه هادي. لا توني الموف والصفراء والخضراء والجما وهلال. دبر راسك ما خلصتيش فيهم. هذيك النجمه وهلال درنا بها حفل كبير باش لا تشوفي الجمهور كي يشوفها ويفرح. عندي ما بستا وسلمت عليها. هو يدي تورني بهم وما يخلصنيش. غالبا انا تاني ما خلصونيش. هذه تاع الجوهر هذه مخدومه بالذهب. الله لا سي دو ديامون اختي منال. روحي تعلقي وخدني وخدني فيها. خلصني لا بعد ديامون. هذا شي سي دو ديامون. لا لا شوف خلص مليح. شوف دوك نقول لك نحكي لكم الصراحه. انا كنت نخلصها كنت اجور معها. واحد النهار جبت واحد القنينه صغيره لابينو وانا كنت شريت قماش بزياده. قطعت القماش هذاك ولبست لابينو تاعها. من هذاك النهار كنت نحبس لها. علاش مسكينه؟
إيه؟ ألا ما تلبسش الكنينه. كليتيها واقيلا ذبحتيها. إيه نضت بها باك نجي ليل وحده. بصح وين راهي؟ فوالا. يا أخي تفايلها، تفايلها القنجة تاعي. يا أخي تفايلها. ولا غير الكنينه كانت قاعدة هنا في هذه. يا أخي هذه هي هذه هي لاكولا. هذه هي تاع الكنينه. يعجبك الحال دارت له جيلي. طلي فيه. ساعة قعدوا لي منه لي شوت. درت لها جيلي مسكينة علاه. ضربتي واحد 500 تقولي لي لي شوت. أختها كانت تهدر معاك، أنت حبيتي تواسي لي كليونت جدد ما كيفاش تعرفي. عرفيني ما نقدروش. أنا منال، أنا منال اللي راه عاجبني، عاجبني هذا هاد لو شال هذا تاع الريش باينه في الخوخو. شوفي كاع كاع فيهم ريشهم. لا كلاس لا مي اكسكيوزي الله يرجع بيا. شكلي لبسه تاعي كي يسموها يمنى يمنى. لا لا هذه خياطه تاع واد الرمان. انا زلومج زلومج زلومج. شحال من ديك راه مذبوح برا. واش نقول لك، انا نخدم مع صحاب الكبير سعيد الكبير بكري نخلي لهم. معليش السوق سيب عليش. مليحه مليحه. شتي اللمسه تاعي كي دايره؟ ولي كولور ولي كولور. والله جاوك بيان بختار. والله الالوان هذوك جاوك بيان. الفضيله الجزيريه فاضل الديرية خلطة ياك يرديها طابع يعني سي غوكوكو. انا لمسة تاعي وحدها بك واحد باش يستعرفوا بيا. خسارة عليها نبيلة. هاي اللبسة تاعك شتي، هاي اللبسة تاعك وحدها. فوالا صافي بليزير حتى لي زانيمو تهلاو فيهم. راهو راهو على مود الريشة يا منى. وي وين هو لابان دابور؟ نعم فتحاته وسيتيها بلابان قبل رمضان. ايام تعرفيها اللي طلعت بها ايام هذيك اللي تلعبها. ها هو هنا لابينو. ها جا لابينو. هذه بنتها ملا ولدت وراحت. ها هو لابينو ملاك صغيرة. ديري له ديري له الجيلي تاعو. اعطيني الواتي له الجيلي. ريكارد 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 تاع حورية لي زيو فيغ. ريكارد تي غادوفني كوني. ديري له البركة تاعك. اسمعي على بالك بصح القنين شوية ما يشدوش روح. بالك لي ترو ميون. بس لو مومون مالا اللي عندهم لي زانيمو يكونتاكتيوني با بروبليم. مومون نحبس معاك الخدمه. وهذاك الجيلي تاعك شحال غالي؟ كيفاش ما خلصتش؟ لي تخوك تاع لي زانيمو والله غير كيما نحكي معاك. وي سي تخي شيغ بيان سور. والله سي اكسيزي. قول لنا سي كوا لي سبيسياليتي تاعك؟ باسكو حنا الشيخ المحروسه يعني منبهرين من الجمال تاع اللباس التقليدي تاعو توت لي كولور. و اي فريمون ولي شوسيت يعني ميم لو كان تصيبي هذاك الصفر تاع القارص لي شوسيت اسورتي. جوستومون منال سي مون سول كليون. عندك لوكو ها تقعدي بختار. ها هي اي فنانه تشهد ما تحقروهاش. هذا لوكو. انا تاع 80ات 60ات 70ات اللي بغيتيني هنا شتي. ها وي صعر بها غادي على حسب لو تاع بختا. كيما هذا واحد الحوينته في بطيوه. واه ها تاع الدخله تاع بطيوه. راني في واد الرمان بدلت بدلتي بدلت انا تما حسبت بطيوه جات واد الرمان. وتواسي حاجه البختا. وي افيك بليزير انا هنا باش ندير بيبليسيتي روحي. مرحبا بكم يا ماسي. مرحبا بك حبيت حبيبي. مرحبا شو هاد لي كولور. لي كولور وين جي نجي تصور كاين هاك يبريي. يا سيدي حوريه نتكلع عليك. عليك اللورو وانا عليا اللي تخالي. جيبي لي جيبي هبا وي دوفيز. شنجيب لك قولي لي شنجيب لك. اختي خلصيني بالدوفيز وانا ندير لك اللبسه وقولي للحبابه تقول لهم كاين وحده في لالجيري هي لا ميور. دير لها لا بيبليسيتي وتزيد تخلصيها. تقول عليه باش بوكوا با حوريه لو كوميرس بالبلاد. بيان سور بيان سور وي بيان سور انترناسيونال. بعدا نديرو ستوري وكاع نضربوها انترناسيونال. عطينا الصحه. وعلاش انت يا خياطه تعرفي لي ستوري يعني ما كاين برونش. بيان سور نعرف نشوف انا لي كوتوريي واش يديروا. لي كوتوريي عندي كاع البوليتيك دو موند. والله ولا ابا وي ما من داك نشوف لي موديل. بصح واحد ما عنده لي موديل كيما تاوعك. شو واحد خدم انا سينيت انا سينيت عليك سيدي. ما تخدميليش موديل هكذا ولا لا اكسكلوزيف. الحبيله اللي جبتيها سي كوا؟ هذاك من الزربيه تاع الدار. لي كولور شابين زعما. اسمعوني اون افريك. وي قرات على كولور من الاخر. وي بيان سور. هذا سي لا بوزيتيفيتي. وي هذه هي. خاطر كي تشوفي ديجا هذاك انا الفوات فيفونت. نحب كوتي سيكولوجيك. هذاك كي تشوفي الفير صح وحدك تريحي. والغوج. هاو كيفاه؟ والفيولي. كلش كلش حبيبتي كلش تشوفيني جايه من بعيد كيما مش. الله كي كانت جايه تقول الشجره تاع القارص. واه هاودي ما شافتش. ولي تعيط خياطه تاعك. شوفي انت واش درتي لي. غير تهدر.
حبيتي تحبي يدير بيبليسيتي باللبسه تاعك. وشابو وشابو هذاك ما جبتوه زياده. جوستومون سي بور لا نوفال كوليكسيون، قلت ندير فيها لي شابو كيما كي تشوفي فوالا. انا نبدلك ولا كملتي هكذا تلبسي تاع لافريك كاع هادو الزرقاطي و. مالا علاش راك تلبس غير حوايجي عنده 3000 لبسه من عندي. 6300. فوالا. لا 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 فيغيتي كل عام يبدلت يبدل لك كل يوم يجيب حاجه. هم كاع مخلوعين ها 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 ها. انا ماسي كنت لبسيه والله العظيم باسكو عنده كل واحد يسافر للدول. والله غير تخيل دير معايا تشيبا هذه هي الخدمه سي جوما. لا لا جيت لهنا باش ندير بيبليسيتي قالت ها ديريكت باه وي ماشي خلص. لا لا هي فيزا لورو لورو ايه دو فيز دو فيز يا هو يخدم الخارج بصح حنا الدينار يشريهم كاع اكزاكتومون فيزي لورو على روحك بصح حنا الدينار وين يشريهم كاع. واسمك مدام زلومج 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 تاع واد الرمان تعيشوا عندي شوفوا اتوليي صغير فيه زود ماشينات تاع الخياطه ومعمر بالقمامج. انا تخيط عندي اللي كنلبسو كراكو تاعي هذاك على هكا شهرزاد ثاني تصور مدور انا درته لها. بصح كاين انا نصحك بيتي بيبليسيتي كاين اون سول ادغيس اون تيلي راهي دايره حاله الله وعلم يقولوا لها سميره تي في. ايوا قيله بلوس كاين واحد اللي سميره تي في تما اوا كاين ودي العجب المعجب قول والله يا ودي عجب الطياب كذا كلش شوف لي الطريق نتا غامني فود الرمان روحي شوفي لا سول ادغيس روحي عند سميره تي في نقول لك حاجه قالوا لي مرا مليحه. ان توكا حنايا نشكروك بون جيتينا بلا عرضه معليش لا بروشين فوا خلينا نعرضوك كي جات لعندك ريكارد شوفي تافي تحس جيتينا بون سي جامي الناس اللي راهم يحبوا يجوا لعندك زلومج زلومج تاع واد الرمان. قولي لنا عندك باش فيسبوك عندك انستغرام. عندي انستغرام عندي دوكا 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 وعندي باش فيسبوك فوالا فيسبوك زلومج تاع واد الرمان تي او 3 بخدع عقلي على اسم زلومج واد الرمان. زلومج جردي ديجا ما كاش كاع في الفيسبوك زلومج كاينه غير هي غير انايا زلومج جدي اون اون ابوني معاك صايي مرحبا بك بختا عندي ماسي حوريه تعيشي اختي تطور لي كولور دير لي بلوزات الالوان كوابا برافو برافو يا منى. بحكم اننا في شهر رمضان المعظم وعلى بالنا لي زالجيريان العائلات الجزائريه دائما هكذا حول الطاويله والاكل تو نحبوا نضحكوا كي شغل رانا قاعدين في الدار ندخلوا ان شاء الله شويه فرحه وشويه سرور وشويه بسمه لدياركم كامل ديال الجزائريين والاوفياء اللي قاعدتنا جزائريه. نقعد عندك شيخ المحروسه بعيدا عن اللباس وعن الفكاهه ان بو سيريو دائما تجيب لنا موضوع واش حبيت تتكلم لنا. على كل حال حبيت نجيب لكم موضوع اللي هو يخص الاطفال الصيام اول صيام للاطفال كما مرينا كل مره ولا كل حنا وحنا صغار الطفل كيفاش يحتفلوا به العائله في وسط العائله خاصه في العائله اللي تكون كبيره كما في القصبه ولا في المدن اللي فيهم عائلات كبيره كيفاش يحتفلوا بالطفل والتحضيرات تاعو. ترى العادات تختلف في المناطق مادام يعني رانا في يعني في العاصمه لو نتكلموا عليها وهو اللي يرمز على كل اطفال في كل مناطق من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. حاجات اللي عشتهم انا اول مره يعني في الصيام اللي قبل ما تصوم يعني يديروا لك تحضيرات واحد 3 ايام ولا 4 ايام وهم يحضروا فيك الاب بابا سيدي ماماني جده نانا سميها كيما حبيتي على كل حال ويصبروك لان قبل ما تصوم ساعات ساعات يعني يصوموك حتى العشرة تاع الصباح تبدا تصوم بنص نهار ويشوفوك ومن بعد غير يما تشوف هذاك وجهك صفر شويه حبه تاع القارص يا يما على وليدي عطي له كش امها يشرب دونك تعطيك تشرب هذا ولا تجيبك حاجه حلوه هكذا ونهار الكورونا اللوندوما لا دوزيام بارتي دوزيام بارتي زيد فوالا كيف ونهار اللي تشوفك تسرعت مسرع جويه تدير في الضله في لاسياس هذاك ثاني تخاف عليك تقول له لا لا ماشي الغدوه خلي غير الغدوه كي تبدا انت تشاحن لان كيفاش يشوقوك يقولوا لك نخرجوك اول خرجه تخرج مع باباك ولا بابا سيدي تروح قهوه تشوف سهره تاع شعبي ولا ويشوقوك يقولوا لك نشريو لك صوالح بصح في هذيك السهره يصراو صوالح انت ما على بالكش انت صغير يبريباريوك في هذوك ال 15 يوم كيفاش راح نشريو لك التاويل تاع اللي راح نشوفوه ان شاء الله في الحصص المقبله تاع الطهاره تاع 27 دونك كيفاش ناس زمان الطفل لما يوجدوا له كاع واش كاين في السهره بابا سيدي يديه عند الحجام يحفف له شعره وهذاك الشعر يعني واحد
كيما نقولوا أسبوع قبل 27 هو ما على بالوش. زمان ما كانوش لي كارد انفيتاسيون كيما كان دوكا في العراس، يدير عليه الغمزة بابا سيدو يربط ويحطو فوق كتافه ويدخل به القهاوي، بصح ما يحسش الطفل بلي ضمن على أسبوع راح يطهروا، لأن الطفل يخاف. وحتى في الصباح يخرج مع ماني ويشرو التاويل، ولا كي يخرج يدو تاني معهم العروسة الجديدة اللي هو أول طفل الكارسون تاعها اللي راح يطهروا ويسكن بابا هو المصاريف. كي يخرج بابا سيدو يخرج بهذيك الخزرانة فوسط بزريبه الدريبه هذيك لافاكشينا صباح الخير عمو هكذا هكذا، وتسيب ماني دائما موراه، لان يقولوا سي لا لوا دو سولي، وين يروح تروح الشمس يروح الظل تاعها، الراجل هو الشمس ويدير الظل للمراه، المراه هي الظل تاعو. والعروسه اون تروازيام بوزيسيون تقصر مع جوزتها، كي يلحقوا يشرو التاويل شاشيه هذه كذا وكلش. في الليل بعد ما يكسروا المغرب ولا كي يكونوا يكسروا المغرب يعيط لا بروميير فوا الطفل مول في ياكل مع طابله تاع الاطفال تاع ولاد عمو تاع جيرانه ولا اللي عايشين في وسط الدار، لان عائلات بو لا بروميير فوا عنده لو بريفيليج ياكل في الميده تاع مواني وبابا سيدو ويحطوه فوق حجره لانه صام. قبل ما يكسر المغرب يجيبوا شربات ويحطوا له خاتم تاع فضه في الشربات ولا في الكاس ويقولوا له اشرب، باش ها اللي يحب يقول العام الجاي ايه كل واحد خاتم في الحليب واه ايه كان يديروا في الحليب كان حنا نديروا في الشربات واه ميتود وحده كيما راك تحكي كاع يبداو يصوموا تاع 10 تاع 12 شهور روداج روداج راهم يردوا فيها يردوهم صح. حوريه جوستومون انتم هذه التقاليد كامل يعني تاع الغرب ولا تاع العاصمه ايتترا تقريبا نفسها، بصح كي نكونوا في الخارج خارج الجزائر يعني كيفاش تقدروا تحافظوا على هذه التقاليد؟ كومون فوز اريفي ا فير فيفر انكور سي تراديسيون؟ Tu sais, même pour le Ramadan, quand tu dis que voilà, il y aurait nos, nous on a commencé comme ça. Voilà, ça que ça y est maintenant. Eh, rodage qui m'a calé. Voilà, rodage, exactement. Voilà, rodage. Sinon, moi, tu as comment tu as l'amené chez moi dans le chaussomo. شفتي ايه بيان صح والدينا عندهم صح 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 والدينا منال. زدنا عليك واحد المعلومه بلي بعد لو كارسون با يشرب هذاك الشربات حب يقول بلي باش رمضان العام الجاي يجي خفيف. بو لا في سي ديفيرون، لا في صدروها في السهره العروسه لا في سي توجور لا برانسيس ويديروا لها الكاريكو ويعرضوا حبابها تاع الجيران كما تعيا منها هكذا يصدروها ويديروا لها لي تخيس ويعرضوا عليها ويديروا كان حتى يجيبوا حتى المسامع يعني دي كارتي داني الاولاني مع بناتي شغل دوك ولا يشوفوا هذه ليميسيون يقولوا لي بابا لازم تصدر ولا تصدر صدرني صدرني. انا شفت رمضان الاول نهار الاول اللي صمتو جافي سات اون ماني دارت لي خاتم في كاس تاع الشربات باش يجيني كل خاتم صيام فوالا صح فالبروميير فوا لي شنو دار في الخاتم تاع الذهب في الشربات الشربات وحنا الحليب فوالا باش يجيني كل الفال هو ماركي لونفون. انا وقفوني فوق الكرسي وحطوني جابوا علي الخاتم والجربات كيف كيف انا الخاتم انا كي سقسيت خطر على الحكايه تاع الخاتم الويمام قال لك باش تكملوا بصحه ولا هنا باش يجي وقت وين تختموا وي وي لو سامبول تاع الخاتم اللي تولي تختم رمضان كامل لو سامبول تاع الخاتم بديت بنهار عطاو لك هذاك الخاتم شغل هو كي سامبوليسكي اللي صمت كاع شهر يجي نهار وين تختم هذاك هو الخاتم صديق تختم رمضان فوالا. أنا شكرك على هذه المعلومة ما كنتش نعرفها شكرا شيخ المحلو على كلامك. وي 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 كل خاتم يقول كل واحد كيفاش يعطيك الصحة وأنت كشيخ المحلو شكرا لهذه المعلومات. أنا اللي قلت ايه نتايا هذه هي ديري حكايتي زعما بغيك اطلق شويه الحبيله ما يطلقش دغوا دوتور اكزاكت صح بالفكره. شكرا الشيخ المحروسه نشكركم بالبزاف شكرا لك هيا سي بون كوبي فوالا كوبي رولي نو يعني بلاك مشهد مسرحي ونعاود نمل لكم هكذا نروح يعني تروح لي شويه السخانة بقى على خير شيخ المحروس نعاود نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى ادي معاك الشابو والخيط قال حكايات اللي حكاتهم لي راح تبيعتني بليك معليش ما راح تخبزها تاعي سي بون معليش بقاو معنا مشاهدينا الكرام مشهد مسرحي كما عودناكم كل ليله ودوك شويه نعاودوا نولوا
من جديد في بلاتو قاعدتنا الجزائرية. نتمنى أن نورك وتقضوا أوقات ممتعة معنا وراك وتحسوا بالجو والأجواء هنا لداخل كما احنا رانا عايشينها. نرحب بنبيلة بالزاوية دو لا ميزون دو كوتور سميرة أوت كوتور اللي التحقت بنا الآن واللي راهي ملبستني هذا الكراك. والله الله شباب. مساء الخير منى، مساء الخير مرحبا الضيوف. ميرسي، صح فطوركم؟ صح فطورك. مساء الخير. مساء الخير. لا كونكورونس اون دنسيت نورت البلاتو افيك مي توني فرانشمون سا مفي فريمون بليزير. جيبوا لي المحروسه نعاودوا نرجعوا لي حوريه موديل تاعي لا ولا زوغا راهي لابسه كراك وين توني تراديسيونيل مانيفيك. ام تي ديفيلي قام جي لك ديفيلي. ايوا شوفوا شيريت regardez bien comment on défile. لا 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 ولا غير اون اوري دو تمتر là-bas. مانيفيك n'est-ce pas مانيفيك مانيفيك. قلنا لك نحطوك في او ديبي قلنا لك نحطوك لهيك جاتك هايله. دونك راكي ملبستنا وراكي لابسه كذلك عارضة الازياء اللي مانكان اللي راهم قاعدين من الهيك. دونك لي تونو هيل سون تري تري بيل ورانا رايحين نشوفوا لو ديفيلي توت الوغ. بصح لو كان تتكلمي لنا شويه على لا كوليكسيون بوركوا سي تونو بوركوا هاد الاقمشه وعلاش هاد لي كولور. الوغ لي تونو اللي ملبسينهم لي مانكان سي لا نوفيل كوليكسيون عملتها في ديبي داني او موا جونفي فوالا. Mais la collection, l'investissement qui a fait rendan, j'ai fait pas mal de tenues. Oui. Pour toi, Mané. Le moussem 2021. Voilà. Je les ai faites spécialement pour Khadetna Jazairi. Oui. Voilà. En plus, je c'est beaucoup de plaisir à les porter. Voilà, voilà. Et il faut dire que je les ai faites sans essayage. C'est vrai, Nabila, qui te voici la tenue, elle imagine la personne qui te dit que ce soit directement. Surtout Manel, oui, j'ai pris l'habitude. Parce que c'est professionnel, ça y est. Voilà, les tenues, vraiment, il y aura sur mesure. Sur mesure. Ma sœur, je suis là, ma kibé, je suis là. Vraiment sur mesure. Vraiment. Merci. Sans essayage. Sans essayage. Vraiment sans essayage. Voilà. En tout cas, حنا فقط باش نرحبوا بك. نواصلوا الحوار tout à l'heure وطبعا on va voir رانا حين نتمتعوا كامل بعرض الازياء تاع العريضه تاعنا. قبل هذا نروح لامين يا درا تحتينا نوتخ انديس ولا راك مزير الليله؟ لا لا ما مزيرش ديجا كان اللغز يعني كان ساهل ولي زانديس تاعنا راحين يكونوا اسهل. سيتي كوا ديجا كتبتينا على اللغز جو تي رابيل دو سكي لافي دي لانديس؟ ما عقلنا. نو جو ما رابيل با. ايه قلت لنا مدربل ومخلل و... اللغز كان يقول مرمدوه وخلخلوه زادوا دربلوه. تهبلتنا به كاش ما كاينه نوتخ انديس. الوغ فيه باذنجان خل وكرويه. واش فيه كرويه؟ باذنجان خل وكرويه. خص غير تقولوا شنو البلا وخلاص. سهلوا روحك. ماذا بينا الخاتم يكون نصيب الجميع. الباذنجان الكرويه والخل. قلت لنا الخل مخلخل. اي فوالا ونزيد لكم الثوم هيا هذه من عندي هذه من عند منال. باين هكذا صبتوه شنو؟ مخلل. اي مخلل. انا نقولوا دوغ الخلا نديه لمرتي باسكو سي سون بلا بريفيري. سي فغي انا بالي واش والله غير سي سون ما توي سيغ بلي صبتو والله غير صبتو. دابا غير ما تكسرش. معليش نزيدو نخلو شويه الناس اللي راهم يتابعوا فينا يزيدوا يلعبوا بلا كاش ما واحد يفوز بالخاتم الليله واحد ولا وحده. حنا نعاودوا نذكركم بالمسابقه تقدروا تشاركوا ببعث الرساله على صفحه الفيسبوك لقناه سميره تي في فوالا واسرع اجابه صحيحه رايح يفوز مولها ولا مولاته بهذا الخاتم خاتم القاعده المهدى من طرف مجوهرات الامين بوشلاله. فوالا حد سعيد للجميع. حنا لحظات قليله ونروحوا نتعرفوا على الاجابه. قول لها غير كنت حنسقسيك امين. دونك هذه التحليه لو ديسير. ما طولتش بزاف. هذا كحك. هذه هي لا بيش لي قصدي. فورم دو بوش. ان توكا لي مانيفيك. الي تخي بيان. ميرسي. يعطيك الصحة امين. لا مزيان. الوغ نعاود نجي لعندكم. احنا رانا في الفقرة الأخيرة نتكلموا شوية على لي بروجي. الوغ حورية ولا زوغا دونك نقولوا بلي حورية لي زيو فيغ هكذا باسكو الناس ماشي مالفين يشوفوك هكذا اون توني تراديسيونيل ماكيي وتهدري اون فرونسي. بيان سور. فوالا دونك حورية لي زيو فيغ سي ان بيرسوناج هي شخصية من شخصياتك واليوم راكي تقدمي في ان نوفو بروجي. دونك اللي راكي رايحه توسي افيك اون تورني اكسيتيرا وين هي تتكلمي على زوها. وي
ولا حريه تو سامبلومون. وي après les gens me connaissent sur Horia les yeux verts donc du coup même fait avec spectacle le nouveau spectacle khalina le nom Horia les yeux verts. D'accord. Horia les yeux verts. Alors le nouveau spectacle c'est un spectacle où tu te كلمي على حياتك. Voilà. Tu te كلمي على quels sont déjà les sujets les في حياتك اللي دخلتيهم في الاسبكتاكل. دخلت l'éducation, دخلت bon le sujet تاع le moment le Covid. Comment on vit le Covid, احنا احنا France avec ma famille, avec l'entourage. La femme, voilà les petits. T'as vu les ce qui fait partie de la vie d'une femme, par exemple. Je parle de, du divorce, je parle. Des enfants. Des enfants, oui, de l'éducation. Je parle de plein de choses, ouais, je parle de plein de choses. C'est autobiographique. Autobiographique. Yani, ouais. Vraiment, تحكي على روحك. Wow. ولا تحكي على الشخصيه خياليه نو نو نحكي je raconte ma vie là je me dévoile sur scène au public alors un spectacle هكذا c'est un spectacle qui est assez intime parce que رايح يقربك davantage الجمهور تاعك واش اللي خلاك سيتي كوا le déclic ben justement تروحي sur un spectacle c'est-à-dire l'écriture اللي تشمل حياتك ta vraie vie en fait Si je te raconte ma vie, je vais te faire pleurer et pleurer de rire. C'est vrai. J'ai eu tellement de choses et puis j'ai réussi à par exemple, je mets à Haka avec les copines, les amis, quand je commence à raconter un truc ou là, je vois qu'elles rigolent et pourtant c'est ma vie. Je suis en train de leur raconter un truc qui m'est arrivé. Et la façon dont je le raconte. C'est peut-être la façon. Voilà, la façon dont je le raconte, je vois que ça les, tu vois, ça, elles ont même plus envie que je m'arrête. Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui a été difficile dans ta vie ? Ce qui a été difficile, c'est en fait pour avoir des enfants. J'ai eu du mal à avoir des enfants, en fait. Avant d'avoir donc mes filles. Avant d'avoir tes filles, t'en as trois. Ouais. Elles ont 12, 13 et 14 ans. Allah ybarik. Rabbi khallihom lik. Donc t'as été bzaf pour avoir oui, des enfants. Oui, oui, oui. J'ai tellement eu peur. J'ai peur de pas en avoir. J'ai eu peur de que je suis passée à toutes les étapes. Je raconte dans mon spectacle les étapes متبيب عند هذيك اللي تدلك وتلف فراكاس عند ma mère elle m'a ramené un peu partout voilà donc tout ces étapes là je les raconte dans mon spectacle ou تحكيهم في السبيكتاكل d'accord on peut avoir un petit extrait ou pas تاع le spectacle تاعك par exemple ça c'est une histoire vraie c'est vrai ce que je raconte comme j'avais du mal pour avoir des enfants pourtant on savait pas ce qui se passait il y avait rien mais j'avais du mal à tomber enceinte. Ma qui te قال غادي نديك البلاد واحد المرات غادي تدلكلك tu vas vite tomber enceinte. قبضتني ما خلات فيا والو بالكلبيات. Écoute, elle m'a fracassé. غير تضرب كاش جا ما مير وي كاش كون فولا قالت لي سكتي خليها سكتي. Alors هذيك المرة شنو قالت لي صاي ربي شافيك Je dis, mais je suis pas malade. Ça veut dire que je suis malade, que tu le tiens, il me semble. Tu m'as tué. Ou t'as ni le. Par exemple, le. Chaque tante, ou à d'accord, la halla, a dit, ben t'as fait halla, halla. Ou à d'accord, la halla, a dit, ben t'as fait halla, aïn. L'aïn de quoi, je sais pas. Halla, a dit, ben t'as. Alors, halla, je suis déroulé. Le jour où je suis rentré, là, j'ai sonné. Khalti, d'art les hacks. رفدا واحد الغرف هكا اللي فيه الحلبه لانتيغيوغ وانايا جو سورتي شي لا كوافوز جافي في مون بروشينغ توت فريش توت بيل هكا راح زعما المطر بصح الصباح زعما كنت هيا كي حليت الباب قالت لي يا يا الما جوتي الحلبه فوقك غرف دو حلبه جو بوي لا حلبه اما دي ساي قلعنا لك الخلعه قلعنا لك العين Ça y est, tu vas rentrer en France, tu vas vite t'embrasser. Ça y est, ça a marché ? Ça a marché. C'est pas vrai. Oui, ça a oui, marché. Non, mais ça a marché juste après, je veux dire. Oui, ça a marché juste après. Bien sûr, ça a marché juste après. Et maintenant, ouais, j'ai trois enfants. الحمدلله سا سي جينيال الوغ بالك الناس واش ما على بالهمش كيفاش بدات حورية لي زيو فيغ هي جات بضحكه بتمسخير دوك انت جيتي لهنايا البلاد رحتي عرست على فامي وبديتي تواسي هكذا تفيلمي كيما كنفيلمي وكي نروحوا العراس مع لا فامي باش نبعثوها لصحاباتنا اللي يكونوا بون تي كوبين اللي كانوا ان فرونس فوالا كيفاش باش ومن بعد توي باسي منا الحورية لي زيو فيغ ان فيت كان عرسها جيت افنيغي تلت ايام هنايا في الجزائر
هي العرس جاي بخي 3 jours de congé. العرسة كانت اللون ما تسوعات كنطبق في الكراكو تاعها تشوفا وانا مجمعها هاك وكان عندي اون كوبين مسكينه على طون ريبريسيون هيا كش الكراكو هاك قلت لها جيبي 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 قدام ديرها في الفاليزا لبستها فيت في جيمي هذوك لي راجو تاعها هكا سينما شو دي توت سويت جافي مون سيرفيت تاعتها هكا جافي ان تريك كوم توا من جافي السيرفيت من تحت J'étais chez ma tante, j'ai toqué, on a fait la parodie, t'as une émission française, t'as rendez-vous en terre inconnue. Dernière ouais. Parodie, ça m'a fait Sabou Haren et tout ça. Donc, quand j'ai dit les réseaux sociaux, d'autres sa fille, YouTube, c'est le lien. Et a, le lendemain, j'étais le français. Et en fait, la vidéo, elle avait fait 14 millions de vues. Wow. En 24 heures. En 24 heures. Bravo. Mais c'est fou, mais quand j'ai ni réseaux sociaux. Non, Anna, j'étais sortie le week-end, qui est sortie de France, j'étais sortie le week-end, elle dit il y a une fille photocopiée, elle a un sketch là, et d'or partout dans le monde. Je lui dis ah bon hein? On a gagné un site, elle dit que la vidéo vite fait que j'avais faite, gagné un site, ah, c'était vraiment pour ma copine, elle a dit c'était pas pour faire le buzz ou quoi. Qui je dis, c'est moi. Et après, de là, j'ai été contactée pour faire les spectacles et tout ça. Et l'histoire a commencé. Et l'histoire a commencé. On a travaillé avec Abad, donc le machinoire, il y a un adlo, enfin, le nakhdon kolo, il y a un la firme d'An. Omar Sechouar. Omar Sechouar. Sechouar, c'est ça. C'est la deuxième saison. L'ab, où est l'am, l'ifet. مي كان بون لو تيم سي كمال بوعكاز عنده صالون دو كواف دو كوافور اوم بون وهاد المره لا دوزيام سيزون داروا صالون دو كوافور بور فام الوغ لي فام لي خدموا تما هي حوريه اي بختها مي حوريه زوفير انا سي بيلا بيلا وحوريه لي زوفير وحنا دو سور حفافات اه هي رسلت لي الدراهم وانا حليت الصالون دو كوافير بديت قبلها ومن بعد هي ديسيدات باش تدخل دخلت لقاتني حليت الصالون دو كوافير فزونا نتبعوا فيه ايه راكم تبعوا فيه وهذه هي لي سوار بدات كل يوم عندنا وحده كل يوم وحده نحرقوا لها شعرها وحده لو كان وي سقسيها لي ميلونج كالفي سي فري بيان سور انا لا ما دوك يمنى سي اون كليونت وي انا يمنى زليوج حق اسمه زليوج زلومج 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 يا كليونت زلومج انا سبيسياليتي مانيكور بيديكور نخدم لي ماسك باغ اكزومبل انا كيراتين وكل شيء سي بيو انا كيراتين ما نشريهاش نفتلها فهمتيني انا نفتلها كيراتين دايره فيها الكافور هي سقسيها في لا كليونت قالوا لي الشمه قماش تاع الشمه ملاح نو الشمه خاطي الشمه خاطي الشمه نديرو بها صوره واحد اخرين الشمه نديروها احنا كي الماسك في الشعر داكوغ انا عبالي قماش تاع الشعر تاع الوجه نو غالطه في لاستيس انا نقول لك شفتها في يوتيوب انا مانيش عارفه انا نقول لك خلاص نجوز عندك ان شاء الله مرحبا بك يسلمك شوفي دير لك لا كوافير تخلص عليك بيان سور بصح انايا المانيكور بيتيكور كادو من عندي باطل مليح معنا نروح باطل غير نبيله نوضي ها كونديسيون الشال هذاك تخيطي لي كيفاه تاع الديوكا ميرسي باطل انت ثاني انت ثاني باطل هيا روحي غدوه خلاص اوكي نجوزو نبيله هاك صبيه خميس كاع ان شاء الله ان توكا رانا نشوفوكم اكتويلمون المشروع جميل الوغ بروميي بروجي في الجزائر Et eh bien, Inch'Allah, dès que les salles seront ouvertes, Inch'Allah, faire le. Inch'Allah, tu comptes jouer pour la première fois mon spectacle en Algérie. Ou est-ce que la Kouhabine, toi, soit Hadja Kif-Kif à l'avenir Inch'Allah, oui. Anaya, je suis la vérité, c'est un honneur de, ah, grande de actrice, travailler avec elle pour la première fois sur le projet Ta'bid al-Houdoud, qui a dit Barta, elle est là. Je suis là, oh, Barta, j'étais mais tellement contente parce que je la suivais déjà. Quand une jeune Anaya, elle bled, je lis les cassettes vidéo et je regardais en boucle. Ah, je connais ces sketchs, mais par cœur, vraiment par cœur. Et c'est un honneur. Encore, qui connaît le tournage de Omar Sechouar, par exemple, il y a un script, c'est en algérois. Ouais. On est des Ouahraniens, t'as compris. Ouais. Ça fait que. Anna, je traduis. Voilà, voilà. Parce que ça se dit. Parce qu'il y a des trucs, tu ne peux pas dire à la télé ou là, tu vois. J'ai dit, ça ne craint pas si je dis ça. Là, normal. Parce que ça. Ah, là, malgré tout. Tu vois, c'est.
pour moi, c'est vraiment un mentor. C'est une, c'est un, vraiment, vraiment. C'est pas parce que Zahmar est là, on nous parle. Non, c'est vraiment. Là, Goulin, on m'a dit que ça, c'est qu'il m'a dit que Goulin, on m'a dit que c'est fait. Je me rappelle, Hadik Lounia. Écoutez, toi, c'est fait. La vaisselle. La nana. Alors, c'est vrai que la vaisselle, c'est un problème pour Mdane. Ah oui, on se bêche à cause de la vaisselle. C'est vrai, c'est vrai. On a vu cette rognia ou cette halle ici. Moi, personnellement, quand nous avons vu sur WhatsApp, donc c'est une vidéo qui avait fait Taba, Rana fait Mdane. Tu nous fais un petit morceau. Tariq, on peut la faire, tu vois laquelle. Il a préparé le micro. Bon. Allez, Houria, les yeux verts, la vaisselle ou nana. Alors là, ça, c'est vraiment, c'était vraiment pas prévu. Bravo. Ah, c'est vrai. Alors, première fois que tu chantes sur scène, Agda. Ouah, première fois, ouah. Anne Samira, ouah. Ça a la voix. Ça a la voix. Tu m'en as dit, on est en. En tout cas, c'était génial. La vaisselle, c'est le problème. T'as quand même le nissa à Ramadan. Alors Nabila, Nabila juste باش نقبل ما نعاودو نشوفو قبل ما نشوفو لو ديفيلي دونك تي حابه تتكلمي كذلك على هذا لو كافتان كالاكو موديل لو كاراكو باردون ريفيزيتي ريفيزيتي alors c'est quoi هذه اللي هنا كاين اللي يقولوا لي تاع ان شيف دوركيست كاين اللي يقولوا لي سي اون كاف je crois qu'il va faire un énorme succès parce que il vous va merveilleuse لا انا قلت لك هذه على لا تونو alors c'est une coupe حبيت نخرج على الموديل كلاسيك تاع لو كاراكو généralement la veste c'est soit تحت في لا تاي تكون اروندي كاري ou bien يديروها avec un جليل pas plus حبيت نمد une touche جديده je sais pas ce que راهو يبان c'est un côté قصير ou un côté طويل voilà travailler كامل في لو تور تاع الجلال افيك الشعره كم سيغ يبان ها انت با اوزي مدير حبيت تقولي لي ها فوالا فوالا دونك الوغ ماسي اوسي في لي تونو وي لي تونو تاعو عندك وي سي فري يجي لعندي با اوتون كو شونتور اوتون كو كان كليون اي un designer aussi parce qu'il partage avec moi par exemple quand il vient pour faire une tenue de chauro voilà il me donne des idées ensemble parce que il c'est a génial. Il a des, il a pas mal d'idées voilà il bah, a c'est des un artiste idées. Exactement c'est un artiste et d'ailleurs c'est elle qui a fait mes dernières tenues que j'ai porté la tournée et aux USA et au Canada. Donc c'était une tenue, il y avait une tenue bleue, une tenue grenat. Le grenat, les dates bien, qui les peignent au Hasiba. Oui. Donc du coup, c'est moi qui, c'est-à-dire le design de la veste, c'est-à-dire le dessin, avec cinéma Zernan, elle est toujours présente dans les tenues. Mais zaman, c'est-à-dire même dans les télévisions, il y a toujours avec la touche berbère. Et je lui fais confiance. Elle coupe très bien.
دونك شغل نعطي لها اون ريسبونسابيلتي انا جو فو سا علاش اني حد اي تي لو تي لو في اي لافونتاج افيك نبيلا ا مومون اون اي بلو ان كليون افيك ال ستادير ال افونس جامي في الخدمه بلا ما تشاور ولا بلا ما تقول لك ولا شغل اولا ستادير ال في تو بور في فاميلياريزي لو كليون et à un moment tu es à l'aise quand non je veux ça donc voilà bien les tenues chabines ou les tenues يجوا خاتم لكل واحد يلبسهم c'est normal parce que كاين اللي يقول لك انا نعرف انا نعرف انا نعرف وهذه تزنا كامل عليها تاع انا نعرف تخدم قلبها تخدم قلبها نبيله je le fais avec toutes mes clientes donc les clients et clients voilà bon sincèrement les tenues pour hommes c'est vraiment rare يعني سي دي كومونت سي دي توني دو سين فوالا اكزاكتومون ماشي دوكا لي جون اللي يمشوا برا يجي يخيط فيستالي كيما نغني بها ولا يلبس وحده كيما هذه انا بروحي برا ما نلبسش هذه ماشي في ماشي بلاصتها دونك مي سي سي بيان سي سي اون بارل دو سا سي بور دير كو يا اون ادريس سي سا سي يا دي جون كي فون سا باسكو دي فوا il faut dire la vérité Manel on trouve pas une tenue spéciale de scène C'est vrai, ma cache. Il y a pas de tout. À part le costume, le costard ديالك et زعما تروح تشري كوستيم باينه يا كوستيم بابيون تحبس لدم. C'est vrai. هذاك واش كاين. Des fois tu cherches une tenue de scène original. Ça, original. بالك حتى ما تلبسها par exemple les tenues les deux vestes les خدمنا deux ou trois vestes واحد deux ou trois. Mais ils sont même pas حتى زعما في هذوك العراس تاع كل يوم في الصيف كي يقعدوا خدامين parce que c'est pas des tenues que tu vas porter fait ars fait ça là ou là c'est une tenue de scène طلع يعني tu fais avec une grande salle un show un show un show voilà en tout cas كاين l'adresse c'est Samira Haute Couture معنا بلا بالزاوية qui fait les créations حنا رانا رايحين نكملوا الحصة de toute façon مع عرض الازياء تاعها نجي لعندك نقعد معك ماسي ماسي très digital راك واكبت الموجة تاع en fait les réseaux etc donc très très jeune يعني قعدت في الركبين لي دو هربت لنا عاودت رحت لنوفل جينيراسيون نو ما هربتش نو هو لازم تركب الموجه كيما قلت تركب الموجه فوالا الوغ لي بروجي لي بروجي با نوفل البوم فوالا دونك جيسبيغ كو سا سرا با لو ديرنيي comme tout le monde non je parle du CD ah du CD oui. donc ça sera pas le dernier parce que là on a بدينا يعني بدينا نشوفو il y a que des singles إيه إحنا والفنا شوية ديك ديجا كنا مع الكاسيطة ومن بعد تبحرت الكاسيطة ولينا السي دي ومن بعد السي دي فلاش ديسك دخلت طلنا شوية دونك جيسبيغ كو يفون تروفي اون سوليسيون بور سو بيراتاج ديجا اي ميتنون اون فوا لو بيراتاج في كلش يعني ميم تا بروبر فيديو في الكونت ديالك تحط فيديو وبروتيجي او بي تيليشارجي وفيديو تاع فلان ولا فلان ولا فلان دونك لي بروجي سي سا بور لانستون اي بي ان شاء الله اون اتون توجور كو سا ريوفر يتنحى فريمون هذا المرض هذايا ان شاء الله فوالا باش يعاودوا يولوا الحياه الثقافيه تعاود تولي كما كانت فوالا باسكو دي فوا اون اي ان بو جيني مالغري دوكا صافا الحمد لله نقصت الحاله وكذا مي اون نوز با دوكا هكذا اكتويلمون اون نوز با باغ اكزومبل تشوف تلاقى بانسان عندك شحال ما شفتوش تسلم عليه tu sais pas alors que, voilà donc mais même on l'inache les hadik inchallah ça va venir et puis comme قال هذاك c'est le monde رانا كاع le monde entier est comme ça et bien sûr c'est pour ça que درك نتمنوا حاجه نتمنوا الصحه والسلام وربي يطول عمر tout le monde et surtout les personnes âgées والناس اللي راهم مراد c'est clair هذا واش ولينا نتمنوا en tout cas merci شكرا كذلك لحضورك تكمل لنا السهره بغنيه تاعك واش خيرت une chanson في البروالي ثانينا ثانينا كي veut dire ثانينا c'est الحجله الحجله وي سي ان برينوم كابيل فثاني الناس الحجله يسموا الحجله يسموا فوالا حنا حنا نسميها كثاني النا تسكور ثاني النا تو سا ثاني الناس الحجله جو بونس فوالا وتسكور تيقولوا سكوره سي سا دونك سي اون شونسون جو ديدي سيت شونسون ا
كاع لي واسمهم تانينات فوالا سي بريسي توت لي فام فوالا توت لي فام فوالا ميرسي ميرسي انكور اون فوا بور بور لانفيتاسيون مرحبا بك مرحبا بك في اي وقت ميرسي بوكو اي بي جو سالو ما بتيت فامي ما فام ميز انفون مي بارون ما فرانجين توت لا فامي كحبابنا وناسنا نقول لهم انكور اون فوا صحه رمضانكم تصوموا بصحه ولهنا ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ينعاد علينا بصحه ان شاء الله وكما يقولون زمان عند المقبول ان شاء الله سيام مقبول للجميع يعطيك صحه ماسي نخلوك تروح تلتحق بالفرقه الموسيقيه وانا نودعكم كذلك تري رافي دو تافوار اكويي في البلاتو تاع قعدتنا الجزائريه ومرحبا بك الله يسلمك اختي اهلا نتلاعب نتلاقاو ان شاء الله avec grand 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 plaisir vraiment grand plaisir بختة كذلك شكرا لحضورك الله يسلمك شكرا بليزير اننا استضفناك شكرا منال ربي يخليك نتمنى لك التوفيق في مجالك الفني يعيشك ونقول لك على الشعب الجزائري صحه رمضانكم وكل عام هما بخير ان شاء الله يا ربي ونسلم على بنتي بزاف بزاف ما بتيت فامي ولا مامو ربي يخليها لنا وادم زكريا ان شاء الله ان شاء الله قبل ما نبقيكم بسلامه راني نشوف امين راهو حاب يجيب لنا لو بلا جبت لو بلا مالايا حلهو لي الوغ لو بلا صبتوه سي قولوا قبل ما يحل مخلل مدربل مخلل وي لم تخلل مدربل 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 اللي عيطوا له في الغرب tu me l'avais dit tout à l'heure صبتيها لبرا مي نو سي برايني باش سي مو كي غاني دون مو لا باك دون مو لا باك دون مو لا باك سي مو كي غاني جو دي اون بروميير برانيا برانيه وي سي البرانيه فوالا عمي نخاف نعاود نحيها لها ان توكا الجواب الليله كانت البرانيه دونك اول جواب صحيح على قناه على صفحه الفيسبوك لقناه سميره راه ربح خاتم القعده المهدى من طرف مجوهرات الامين بوشلالة كبير عليك كبير عليك كل شيء مبروك وطبعا بيان سور نصيبوا الاسم غدا في قادتنا في الحصه المقبله بقايا على خير يمنا ميرسي على خير نتلاقاو ان شاء الله غدوه يا خي الله. ان شاء الله نتلاقاو غدوه ان شاء الله مع موضوع اجتماعي اخر اليوم كانت قصره خفيفه ماشي كيما العاده مواضيع اجتماعيه ولا سيتي بوغ شيخنا المحروسه اللي نحبوه بزاف وي اي بي اون ادميغ وش يلبس يعني تشيد في الكوتي تراديسيونال تاعو بالطبع تيمون تحبيها على بالي اكزاكتومون دونك اشاك فوا في لا روبريك تشنيتشنك فوالا دونك درتها له سبيسيالمون سوربريز ليه دونك وي اون لو سالو باسكو قلبه فريمون كبير وعمره ما يزعل ونحبوك بزاف شيخ المحروسه نبيله بقاي على خير كذلك شكرا لك على خير جيمري ريميرسي توت ليكيب سميرة اوت كوتور كي مون ايدي ا رياليزي توت سي ميرفي اي فوالا بور لي ريفوار نقول لهم يشوفوهم سور مون كونت انستغرام سميرة اوت كوتور فوالا انستغرام فيسبوك فوالا بقى نخلوكم مشاهدينا الكرام وين الى كاميرا هنايا نخلوكم مع ماسي اللي رايح يختم لنا قاعده الليله وكذلك راكم رايحين تتمتعوا بالالبسه التقليديه لنبيله بالزاويه دو لا ميزون دو كوتور سميره اوت كوتور حنا كنا بزاف فرحانين اننا قضينا هذه السهره رفقتكم موعدنا غدا ان شاء الله نفس القناه نفس الساعه ما تنساوش ما تاكلوش بزاف صحه سحوركم وإلى اللقاء غدا
Let's see.